مستمعي الجديد يتواصل في هذا الشوط. انطلاقة شوطنا الخامس عشر أيها الإخوة، ونتواصل مع المركز الأول مباشرة لكي نتعرف وإياكم على المقدمة والصدارة المتحدة. تعود ملكيتها لمحمد بن حمد بن سالم النابض المري مع أول المراكز، تليها على المركز الثاني من تتواجد على المركز الثاني القدوم والوصول من الشاهينية لعبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر، من تتواجد على المركز الثاني تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، من غيرت واحتلت المركز الثاني القدوم والوصول من الشاهينية لسالم بن علي بن سالم آل التوم المري. وعلى المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع هنا الضبي لسليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجني. وعلى المركز الخامس، على المركز الخامس تتواجد هنا من وصلت هنا على المركز الخامس القدوم من نجود لسعيد بن راشد بن مرخان الكتبي. هذه نتيجتنا، ونعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. القيادة والمقدمة هناك مع المركز الأول مع الشاهينية عبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر مع أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الله. نتابع المركز الثاني، التواجد من الضبي لسليمان بن سلامة الجهني مع المركز الثاني. وعلى المركز الثالث تقدمت فيه انجود لسعيد بن راشد بن مرخان الكتبي. وعلى المركز الرابع القدوم والوصول من ضوء، تعود ملكية ضوء لجار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة. وعلى المركز الخامس نتابع وإياكم المركز الخامس القدوم. المركز الخامس مشاهدينا الأفاضل، التقدم من بنت صغان لفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدا من تتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم ونتابع مقدمة هذا الشوط. القيادة هنا مع الجهني الضبي لسليمان بن سلامة بن سليمان الجهني مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط مع المركز الأول والمقدمة. يا سلام، الله. هذه هي الضبي تنطلق على الصدارة، تنطلق نحو الناموس ونحو انتزاع هذه نقطة هذا الشوط. هذه الضبي لسليمان بن سلامة الجهني، ولكن قدوم ووصول في هذه اللحظات من قبل رعود لأول نداء لرعود محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي من تتواجد على المركز الثاني. يا سلام، هذا شعار بن منانة اللي شاهدناه وحصل على ثلاث نقاط ويبحث عن النقطة الرابعة في هذه الفترة الصباحية. يا سلام، يا سلام، الله. يعني ميدان المربوب، يعني ميدان المربوب أيها الإخوة الأفاضل يريد النقطة الرابعة في هذا اليوم، يريد النقطة الرابعة هنا من ميدان الشحانية أن تبعث السلامات وتنقل مباشرة إلى المربوب. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث وصلت نجود سعيد بن راشد بن مرخان الكتبي. وعلى المركز الرابع وصلت بلشة خالد بن سعيد بن محمد ألف هيدا المري. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس تحركت ووصلت هنا دمعة لعبد الله بن دخيل أو لعبد الله بن دخيل بن دخيل الله بن سلامة الفايدي الجهني. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط، المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط هنا مع ضبي لسليمان بن سلامة بن سليمان الجهني مع المركز الأول. ولكن شوف المرور، شوف التجاوز في هذه اللحظات من دمعة لعبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي الجهني، من غير مجريات هذا الشوط مع دمعة ومع تحركات دمعة ومع انطلاقاتها. يا سلام،
ولكن حس بن منانة بالخطورة وتحرك في هذه اللحظات وانتقل بدوره إلى المركز الثاني. هنا مع انطلاقة رعود لمحمد بن سعيد بن منانة بن غدير التبي من غير إلى المركز الثاني والمركز الثالث. عادة الظبي مرة أخرى لسليمان بن سلامة الجهني وعلى المركز الرابع. من وصلت في هذه اللحظات؟ وصلت أسيل من غيرت إلى المركز الثالث. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يتواجد مع أسيل على المركز، من تحركت إلى المركز الثالث. نعود أيها الإخوة، نعود وإياكم إلى المقدمة مع 800 متر الأخيرة، 800 متر على خط النهاية، والقيادة القيادة هنا والمقدمة هنا مع رعود مع المركز الأول، رعود مع صدارة هذا الشوط محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، ولكن من الجانب الأيمن وتحرك هنا مشاهدينا الأفاضل، هناك دمعة لعبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهني السلوم. وصلت أسيل من تحركت، أسيل تحركت على المركز الثاني وعينها على الناموس. رعود على المركز الأول، رعود مع بن منانة، رعود مع الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. أسيل تحركت على المركز الثاني مع شعار بن عقيل، ولكن قدوم ووصول في هذه اللحظات من نوب من مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني. هنا يسلم الله، تحركت نوب، انطلقت نوب، أهالي ميدان العيرية هناك من الجانب الأيمن غيرت نوب. تهانينا من هذا المكان أيها الإخوة، نزفها إلى مالك نوف على فوز نوف وتحقيقها بالمركز الأول. تهانينا لمشبب بن محمد بن فلاح القحطاني على فوز نوف وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت أسيل لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث رعود لمحمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع لمار السعيد بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. المركز الخامس وصلت بنت صوغان بفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع الف هيدا. اذا هذه لحظه وصول مشاهدينا ومتابعينا الافاضل نوف الى خط النهايه. قاطعه المسافه في زمن وغدر 8 دقائق وبدون ثانيه و47 جزءا من الثانيه. تهانينا المشبب بن محمد بن فلاح القحطاني. يوم المركز الثاني وصلت أسيل 8 دقائق ثانية واحدة 35 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أسيل حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. أما المركز الثالث فوصلت فيه رعود، قطعت المسافة في 8 دقائق ثانية واحدة 41 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رعود محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي.